أنت كده مواطن جزائري تزور تونس للاستئاف. موضوع الجدل الذي قام على ضريبة 30 دينار على زائري تونس، بالنسبة حسب رأيك يعني كيف ترى الموضوع؟ هل هناك تهويل؟ ما تقييمك لهذا؟ والله الضريبة 30 دينار قصدي ما لا يقبل حتى جزائري من باب المعاملة بالمثل. أنت ربما واحد الاول كان يزور تونس مره في السنه او مره في سنتين 30 دينار تؤطى عليه، اما سكان الحدود الذين يدخلون تونس 3 أو 4 مرات في اليوم فهذا كثير عليهم. في نفس الوقت التوانسه الذين يدخلون الجزائر لا 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 يدفعون ضريبه الدخول الى الجزائر. انت من هذا المبدا فالواجب على الحكومه الجزائريه اما ان تصل الى تفاهم مع الدوله التونسيه بالغاء هذه الضريبه أو المعاملة بالمثل. المعاملة بالمثل. رأيك في ضريبة 30 دينار على السيارات داخل تونس؟ هي يعني مش في متناول الجميع، يعني كاين ناس ما تقدرش تجي. حنا رانا نجيو برسك كل في الشهر نجيو 3 فوا 4 فوا، شاك سومان 30 دينار بزاف، يعني الثمن راه شوية مرتفع. وماذا بينا ان شاء الله حنا نكونوا خاوة، تكون الضريبة هذه ما كانش رايحين داخلين خارجين، يعني سعر رمزي الآن. يعني الجزائر ليست في بحبوحة المالية التي كانت فيها سابقا، يعني في حالة تقشف. ونتمنى ان شاء الله السلطات التونسيه تنظر الى هذا الامر وتدير له الاعتبار. نورمالمون تاع 30 دينار هذه نورمالمون تنحيوها لنا خويا، سمعتونا ضريتونا بزاف داخلين خارجين كل سمانه بزاف علينا. نورمالمون ندخلوا باطل نخرجوا باطل، باسكو علاه رانا نجي حواس على نهار ونخرجوا. سمعت ضرونا سما، وهذه هي اللي واش نحوزوا من توانسه خاوتنا. نوليو كذا ان شاء الله بلاد وحده، كي تونس كي الجزائر ان شاء الله. والله يا خويا احنا ماذا بينا الجزائريين ماذا بينا تنحيو لنا الضريبه هذه، باسكو وسورتو على الناس اللي يخشوا على جال المرض وعلى جال الاخر، سما شاك فوا يخشوا ويخرجوا بزاف عليهم خويا. طيب هل يعني ردود الفعل مثلا على الحدود تجاه التونسيين، ما تعليقك على الموضوع؟ هناك من احتجزوا لفتره احتجاجا يعني على هذه الضريبه، ما رايك؟ والله كيما احنا جينا داخلين طول فوق الساعتين وحنا في الطريق، ماذا بينا تنحيوها بربي ان شاء الله. احنا ناجزوا السلطات التونسيه باش نحيوها ان شاء الله. والله احنا ما عيش عجبتنا الفكره هذه تاع الضريبه، يعني تاكش ندخلوا طول ندخلوا تونس ندخلوا نعالجوا ندخلوا السياحه ندخلوا، صعبوا علينا شي بهذه. كاين اللي ما عندهاش كاين اللي عنده، فهمتني؟ اللي ما عندهاش محروم يقعد محروم، باش يدخل هنا يقعد محروم. طيب يعني حسب رايك كيف ترى تفاعل التونسيين ايضا مع هذا الموضوع تجاه يعني جيرانهم الجزائريين المواطنين يعني بالطبع؟ والله حتى التوانسه اللي نكروا من عندهم هنا تاع السياحه هذوما الكريه ماهوش عاجبهم الحال، ماهوش عاجبهم. قلتلكش نقص برشا جزائريين ماهمش جيو، ما عادش جايين هنا بالنسبه للضريبه هذه عطلتهم. والله رأيي بصراحة معناها من ناحية الضريبة هذه مش ما بالنسبة للجزائريين نورمالمون ما تكونش، على خاطر كاين اللي يجي لتونس معناها على نهار
ولا على دقيقه ولا يدخل وباش يخرج، فهمتني؟ معناها تكون مثلا في بريود تاع السياحه ولا حاجه يدير الضريبه، معناها اللي يحتاج يدخل لتونس على جل سياحه ما فيها حتى مشكل ناحيه الضريبه. اما داخل على علاج ولا على ساعات واحد داخل مطار معناها ويرجع، هذا مكان على نهار ضريبه تاع سياره ب 30 دينار نشوف فيها بزاف معناها. هي في الحقيقه انا الضريبه مانيش مأيدها، والجزائريين كامل ماهمش مأيدينها، بس ما عندنا ما نديرو، رانا ندخلو. كان جات متبادله ما بيناتنا احنا، احنا نخلصوا 30 دينار وهما يخلصوا ثاني بالدينار الجزائري، تكون اما احنا نخلصوا هما كي يدخلوا ما يخلصوش، ما سما حتى يكون ينقصونا في مش 30 دينار كما كان يقول، اللي يدخل على النهار ما تجيش. يعني يكون في هذا ربما يعني هي ضريبة مؤقتة لدعم الشعب التونسي في فترة يعني اقتصادية صعبة، ومن وجهة التعاون بين الجيران. ندعم رانا خاوة وندعموهم ورانا نوقفوا معاهم في السراء والضراء مع الشعب التونسي، والشعب الجزائري راهو ديما واقف مع التوانسة، ونتشرفوا بهم، والحق الحق لاقيين راحتنا هنا في تونس ولاقيين قدرنا ونشكرهم. هذا